معلم اليمن معيشة صعبة ومنحة لا تغطي مصاريف الشهر. موقع الدي دبليو يقول إن المهاجرون في اليمن مراكز احتجاز وظروف مروعة. ومن أخبارنا المنوعة، ملياردير يتبرع بسداد جميع ديون طلاب جامعات أمريكية. سقط المعلم محمد النعيمي مغشيا عليه في أحد فروع الكريم للصرافة بصنعاء قبل أيام قليلة كما يحكي الموقع بوست، حين اكتشف أن حافزه النقدي المقدم من اليونيسف لا يتجاوز 10,000 ريال، في حين كان يأمل أن تصرف له الـ50 دولار كاملة. كان النعيمي ينوي إنفاق المبلغ لتوفير متطلبات رمضان التي عاجز عن جلبها لأسرته قبل حلول الشهر كما يفعل الكثير من الناس، لكنه يقول إنه لم يكن يملك المال حينها وظل يعقد الآمال على الحافز النقدي المنتظر. وما إن وصل اعتماده الشهري من اليونيسف، هرع إلى الكريمي وحين ناوله موظف البنك المبلغ المهضوم انهار من الصدمة حين وجد آخر آماله تتبخر أمامه وهو المثقل بديون سابقة واستحقاقات جديدة. منى النعيمي بخذلان إضافي تمثل في اقتطاع اليونيسف قرابة الثلثين من الحافز النقدي الخاص به، وهي المنظمة المشرفة على المنحة النقدية المقدمة من السعودية والإمارات، كاستحقاق متأخر للمعلم اليمني الذي فقد راتبه بسبب الحرب. من ناحيتها، أعلنت اليونيسف في آخر تصريح لها في صفحتها على فيسبوك أنها تتدارس الشكاوى التي تلقتها من المعلمين، وقالت: الذين حرموا أو حرموا من حوافزهم أو جزء منها رغم استيفائهم لشروط التحقق المعتمدة سيتمكنون من تحصيل المتأخرات في دورة الصرف الثالثة. اجتاحت سيول الأمطار مخيم النازحين في منطقة الجفينة في مأرب. النازحون قالوا لموقع قناة بلقيس إن الأمطار أوقعت أضرار مختلفة في عدد من المنازل داخل المخيم، الأمر الذي فاقم من معاناتهم. ناشطون وجهوا دعوة للسلطات المحلية في المحافظة والمنظمات الدولية بسرعة تقديم المساعدات للنازحين للتخفيف من معاناتهم. يفتقر هذا المخيم إلى أبسط الخدمات الأساسية، إذ لا توجد فيه شبكة للصرف الصحي، وأغلب المنازل من دون تيار كهربائي، كما أن حرارة الجو مرتفعة للغاية، والمنازل تشبه أفران الخبز في حرارتها. ووفقا لناشطين من المحافظة، فإن الإقبال على السكن في المخيم كبير جراء ارتفاع إيجارات المساكن في مدينة مأرب، إذ يبلغ متوسط إيجار شقة صغيرة مكونة من غرفتين نحو 80,000 ريال يمني. وبحسب الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في اليمن، فإن إجمالي عدد النازحين داخل البلاد عام 2018 بلغ قرابة 4 ملايين شخص، بزيادة 1.5 مليون شخص عن 2017، منهم أكثر من 900,000 في محافظة مأرب وحدها. عن جريفيث وتحركاته التي أصبحت محل انتقاد الجميع، كتب خالد الروشان مقالا على صفحته في الفيسبوك بعنوان جريفيث مجرفة الحوثيين، قال فيها: منذ أن سماهم في تقريره الأول أمام مجلس الأمن سلطة الأمر الواقع، عرفت أن هذا الرجل من برج الفيل لا خير فيه. ورغم أنه من برج الفيل، إلا أنه شديد الحركة مثل خنزير بري، لكنها حركة بلا بركة كما ترون. قبل أيام كان في صنعاء بعد أن تم استدعاؤه، وعرفنا بعدها مباشرة لماذا تم استدعاؤه، فقد أعلن فجأة مثل بوق صدئ عن إعادة انتشار الحوثيين في الحديدة من طرف واحد. الكارثة أنه بعد ساعات أكد ذلك بلؤم بريطاني معتق في تقريره في مجلس الأمن. كان المفترض أن تتم إعادة الانتشار بموافقة الطرفين وليس بموافقة طرف واحد، لكن برج الفيل يأكل ما يجد، معدته جائعة وقابلة لأي شيء. مهمة جريفيث تمويت وتفويت، تمويت قضية وتفويت وقت، وذلك لهدف ما وراء الأكمة وانتظارا لنضوج وسقوط التفاحة. هل علمتم بما قاله أحدهم قبل ساعات عن سيئون وضرورة خروج معسكرات الجيش الوطني؟
يستعجلون سقوط التفاحة قبل نضوجها. تريدون الحق؟ أصبح جريفيث مبعوثا لبريطانيا أكثر منه مبعوثا لمجلس الأمن وقراراته. وعلى وجه الدقة، أصبح مبعوث وزير الخارجية البريطاني هاند، ومعهم الثعلب سفير بريطانيا في اليمن آرون. هذا الثلاثي شديد اللزوجة بحاجة إلى وقفة قوية وواضحة وسريعة من الرئيس هادي ووزير خارجيته، ومعهما سفير اليمن في لندن الأديب والسياسي العتيد ياسين سعيد نعمان. ثلاثي أمام ثلاثي، رغم فارق الوزن أشعر أن ثلاثي اليمن سينتصر لو أراد، ولكن هل يريد أن ينتصر؟ هذا هو السؤال. أشعر بحرج وأنا أختم بتساؤل مرهق، هل يحتاج الرئيس ووزير خارجيته لوقفة أم نكزة حتى ينتبها؟ أريدهما أن يتكلما فحسب، لكن الأرجح أنهما ليسا بحاجة لوقفة أو نكزة، وهذا ما أتمناه. يقول موقع يمن مونيتور أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات جدد تهديده بالسيطرة على وادي حضرموت الذي تديره الحكومة المعترف بها دوليا وطرد القوات الحكومية الموجودة في الوادي. وتصاعدت حدة الخلافات بين الانتقالي والحكومة اليمنية مع عقد جلسات البرلمان في مدينة سيئون مركز وادي حضرموت بشهر إبريل الماضي. عيدروس الزبيدي رئيس المجلس أعلن التعبئة العسكرية العامة وتأسيس محاور قتالية وعملياتية بهدف تحرير وادي حضرموت وطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى حد قوله. وقال الزبيري أن المجلس سيعمل على تحرير وادي حضرموت الذي يعاني من ويلات الإرهاب والاحتلال كما وصف. ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها المجلس الانتقالي عن دخول وادي حضرموت بدعم من قوات النخبة الحضرمية الممولة من الإمارات، حيث توجد مناطق نفط رئيسية، لكنها المرة الأولى التي يعلن فيها تأسيس محاور قتالية وعملياتية. مسؤول عسكري قال ليمن مونيتور أن المنطقة العسكرية الأولى قوية ومتماسكة وجاهزة، ومن الصعب أن ينفذ المجلس الانتقالي تهديده. مسؤول حكومي آخر قال ليمن مونيتور أن عيدروس الزبيدي بتهديده يحاول الضغط على الحكومة والأمم المتحدة من أجل إشراكه في مشاورات قادمة باعتباره ممثلا للمحافظات الجنوبية، مع أنه يمثل نفسه فقط، خاصة بعد سقوط ورقة التهديد باجتياح الحديدة ونقض وقف إطلاق النار. معاناة آلاف المواطنين في مديريات ساحل حضرموت الشرقية تتفاقم جراء إغلاق طريق الضبة الرئيسي الذي يربط هذه المديريات بمدينة المكلا عاصمة حضرموت، كما ورد في موقع المصدر أونلاين والذي نقل على لسان المواطن عادل أبو صالح قوله: إن طريق الضبة أصبحت وكأنها مملوكة لشخص يتصرف بفتحها وإغلاقها كيف شاء دون مراعاة لمعاناة آلاف المواطنين. منذ دخول قوات النخبة الحضرمية والقوات الإماراتية التي تدعمها إلى ساحل حضرموت عام 2016، ظل طريق الضبة الرئيسي مغلقا بوجه آلاف المواطنين تحت حجة دواعي أمنية، كونه يقع قرب ميناء الضبة لتصدير النفط، إضافة لتواجد قوات إماراتية في الميناء. منتصف العام الماضي وبعد احتجاجات شعبية وضغط إعلامي، أعلنت السلطات إعادة افتتاحه بشكل جزئي أمام المواطنين، لكن لم يدم الأمر سوى لعدة ساعات فقط. وخلال السنوات الثلاثة الماضية اضطر المواطنون إلى سلوك طريق فرعي آخر ضاعف معاناتهم، حيث يقطعون نحو 4 ساعات من أجل الذهاب والعودة إلى المكلا، في حين أن طريق الضبة تستغرق ذهابا وعودة 1.5 ساعة فقط. طلاب الجامعات أيضا تضاعفت لديهم تكاليف المواصلات إلى جامعاتهم بمدينة المكلا، ما دفعهم إلى تنفيذ وقفات احتجاجية منددين بإغلاق الطريق الذي دفع الكثير منهم لترك مقاعدهم الجامعية. وفي الموقع بوست يتساءل الصحفي عامر الدميني عن استمرار مشكلة غياب الجوازات، كاتبا مقالا بعنوان أين الجوازات اليابانية؟ قال عامر: يومان أعد فيهما لفيديو عن الجوازات ومشكلتها في اليمن. بحثت في تويتر وفيسبوك عن أبرز ما قاله الناشطون والمفسبكون عن الأمر،
وفي المواقع الإخبارية عن أبرز الأخبار التي تداولت هذه القضية، وفي الصفحات الرسمية للمسؤولين الحكوميين. أكثر المتألمين من انعدام الجوازات هم الناس الذين في داخل اليمن، وهم كثيرون، أو في خارجه ويحتاجون للجوازات، وهم عدد بسيط. اليمنيون المقيمون في السعودية وخارج اليمن ولديهم جوازات هم أقل تفاعلاً مع القضية. وزاد الطين بلة وجود ثلاثة أصناف من الجوازات اليوم. الصنف الأول جوازات صادرة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية داخل اليمن وخارجه، وأخرى صدرت من مناطق سيطرة الحكومة ولكنها معيوبة، وجرى رفضها بسبب عدم وجود علامة الطير الجمهوري فوق صورة حامل الجواز. والثالثة صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، ورفضت الحكومة الشرعية التعامل معها. الغريب أن وزارتي الداخلية والخارجية في الحكومة الشرعية أصدرتا بيانين منفصلين عن رفض التعامل مع جوازات الحوثيين، ولكنهما عجزتا مجتمعتين عن توفير الجوازات الصحيحة للمواطنين. وضعفت الحكومة اليمنية المأساة، فإضافة إلى عدم توفير الجوازات لم تقدم أي توضيح للناس، وسوقت الكثير من الوعود عن قرب وصول الجوازات ولكنها لم تفي بأي من وعودها. اليوم بجانب أن اليمني صار مشرداً ونازحاً في الخارج ومحاصراً وجائعاً في الداخل، يفقد ما تبقى له من هوية، رغم أن هذا الجواز نفسه بالكاد يسافر فيه اليمني لأقرب دول المنطقة. هل تشعر الحكومة اليمنية الشرعية بالمعاناة؟ هل يتخيل مسؤول حكومي نفسه بلا جواز أو أحداً من أقاربه؟ أخشى أنهم أصلاً لا يشعرون. يتحدث موقع دي دبليو عن مراكز احتجاز وظروف مروعة يعيشها المهاجرون الأفارقة في اليمن، حيث أكدت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 2500 مهاجر ما يزالون محاصرين في مراكز احتجاز في عدن، حيث تحتجز السلطات اليمنية المهاجرين منذ أكثر من أسبوعين في محافظتي عدن ولحج. يحتجز معظم المهاجرين الأثيوبيين وطالبي اللجوء في ملعب لكرة القدم في عدن، حيث تقول منظمة الهجرة الدولية أن ظروف الاحتجاز غير إنسانية، والمعتقلون لم يتمكنوا من تغيير ملابسهم أو الحصول على المستلزمات الأساسية للنظافة، ولا توجد دورات مياه. وأوضح أحد عمال الإغاثة للموقع أن صورا أرسلت من عدن تظهر كيف يصطف اللاجئون هناك في طوابير من أجل الحصول على قليل من الطعام، وذلك بجوار مكب للنفايات أو للقمامة. ووفقا للتقارير، فقد أطلقت السلطات سراح بعض الأطفال اللاجئين ليكونوا تحت رعاية اليونيسف، لكن المنظمة لم تتمكن من العثور على مكان في الخارج لاستضافة الأطفال، لذلك لجأت إلى إقامة خيام داخل الملعب. يقول الموقع أنه ورغم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية في اليمن، ما يزال الناس يهاجرون من القرن الأفريقي إلى اليمن بمعدل 20,000 مهاجر شهريا، معظمهم من أثيوبيا والصومال. المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية في اليمن قالت إن الكثير من الأشخاص الذين نتحدث معهم يخبروننا بأنه لا توجد وظائف في بلادهم، ويقولون أنهم يريدون جعل مستقبلهم أفضل من حياة آبائهم. ومن موقع الحرة أيضا مقال بعنوان رقصة حرب تسبق التنازل للكاتب حازم الأمين يقول فيه: المواجهة المفترضة بين واشنطن وطهران تملي تخيلا دراماتيكيا لمشهد الشرق الأوسط، ذلك أن العاصمتين تتقاسمان النفوذ في معظم دول المنطقة. العراق مثلا، سواء أكان مسرحا لهذه المواجهة أم لم يكن، سيمر بأيام فصامية تتنازعه خلالها رغبته في الابتعاد عن الصدام وحقيقة استحالة ابتعاده. لبنان بدوره وفي ظل النفوذ الإيراني الأحادي سيجد نفسه أمام نفسه، وقد حانت ساعة الاستثمار، سيكون لحزب الله الأداة الإقليمية الأبرز لطهران موقعه في هذه المواجهة. الأمن والاقتصاد والحدود جميعها لن تكون بمنأى عن مشهد الحرب في حال وقوعها، وإذا كانت الحرب العتيدة مشهدا متكررا في سوريا، فإنها في الخليج قادم جديد سيبدل كل معادلاته. الخليج الهش هو أيضا ركن في الاقتصاد العالمي، وتعطيل خطوط توزيع النفط والتعرض لناقلاته سيكون له ارتدادات على اقتصاد العالم كله، ناهيك عن ضعف البنى السياسية والاجتماعية لممالكه وإماراته.
تركيا القريبة من إيران هذه الأيام لن تجد لنفسها مكانا واضحا في خريطة الحرب، وإسرائيل المتحمسة للمواجهة ستمثل الحرب مع طهران مغامرة باستقرار للحدود كانت دفعت لقائه أثمانا. المواجهة المفترضة ستطيح بمشهد أرسته حروب وتوازنات وتحالفات ومصالح تم بناؤها على مدى عقود. المغامرة بكل هذا التراكم ليست مهمة سهلة، لكن ثمة شيء غير مفسر يدفع المرأة إلى الشعور بأن شيئا سيحصل يفضي إلى تسوية. ثمة لحظة تعود فيها طهران دائما إلى موقع في منتهى البراغماتية، ويكشف فيها نظامها قدرة ثعلبية على الانقلاب على نفسه، معادلة كأس السم الذي تجرعه الخميني حين أعلن قبوله وقف الحرب مع العراق صارت درسا ثابتا في علاقات طهران الدولية وتقنية تفاوض دائمة لدبلوماسيتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحسب ما يقول موقع شبكة البي بي سي وجه تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران، توعد فيه بتدمير طهران إذا هددت واشنطن ومصالحها. ترامب قال في تغريدتنا على تويتر: إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها، لا تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا. التوتر تصاعد بين الولايات المتحدة وطهران، ما دفع واشنطن إلى إرسال حاملة طائرات وقطع بحرية وقاذفات من طراز B-52 إلى منطقة الخليج للتصدي للتهديدات الإيرانية. واشنطن أمرت موظفيها غير الأساسيين في العراق بالمغادرة، مشيرة إلى تقديرات استخباراتية بوجود تهديدات محتملة للقوات الأمريكية من قبل إيران، فيما نفت إيران تلك الاتهامات واصفة التحركات الأمريكية بأنها حرب نفسية تهدف إلى ترهيبها. يتناقض تحذير ترامب الأخير مع تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي، وفيها قلل من إمكانية نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة. فعند سؤاله ما عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإعلان الحرب على إيران، رد قائلا: لا أتمنى ذلك. كما استبعدت إيران على لسان وزير خارجيتها جواد ظريف احتمال نشوب حرب بين بلاده والولايات المتحدة، الذي قال: طهران لا تريد الحرب، ولا توجد دولة لديها فكرة أو هم القدرة على مواجهة إيران. لكن لماذا تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة؟ تجيب بي بي سي أنه بسبب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، والذي نص على خفض العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران مقابل وقف جميع أنشطتها النووية. وردا على ترامب، أعلنت إيران تعليق التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي، وهددت باستئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بعد أن أعادت واشنطن فرض عقوباتها على طهران. صدم الملياردير روبرت سميث خريجي جامعة مورهاوس الأمريكية، كما أوردت صحيفة الشرق الأوسط، وذلك بإعلانه سداد جميع ديون طلاب الكلية التي تقدر بملايين الدولارات، وذلك خلال كلمة ألقاها في الكلية بمناسبة حصوله على الدكتوراه الفخرية بعدما تبرع $1.5 مليون أمريكي. يعد الملياردير الذي يعمل في مجال التكنولوجيا وتقدر ثروته بنحو 5 مليارات دولار وفق مجلة فوربس الأمريكية من أبرز المتبرعين بالأعمال الخيرية للسود في أمريكا، فيما تعرف جامعة مورهاوس الأمريكية تاريخيا بأن طلابها من السود. قوبل إعلان سميث بالتصفيق من الحضور ليقول بعدها أنه نيابة عن الأجيال الثمانينية لأسرته سيقدم أو الثمانية لأسرته سيقدم منحة تهدف إلى سداد قروض الطلاب ليتخلصوا من عبئها، وتبع: سنضخ قليلا من الوقود في حافلاتكم. أوضحت الصحيفة أن قيمة الديون ليست واضحة لأن الكلية لم تحددها بعد، ولكنها لن تقل عن 10 ملايين دولار. الطالب أرون ماتشوم تحدث لوكالة أسوشيتد بريس وهو يبكي، قال: لقد صدمت ووقع قلبي وبكينا جميعا. الديون كانت عبئا وأزيح عن كاهلنا. لن أضطر إلى سداد القروض التي اقترضتها من أجل الدراسة، والتي تقدر ب20,000 دولار أمريكي أو تقدر ب200,000 دولار أمريكي.
وعن المشهد في السعودية بعد التغيرات التي أحدثها محمد بن سلمان، يكتب خليل العدادي مقال لموقع العربية الجديد بعنوان السعودية بين صحوتين. بات ثابتا أنه لا يمكن فهم تاريخ الحكم في السعودية من دون تفكيك علاقته بالدين والمتدينين، خصوصا من الوهابيين. وقد ارتبطت الدولة والعائلة الحاكمة في السعودية بالأديولوجية الوهابية ارتباطا وثيقا منذ منتصف القرن 18، بغض النظر عن أي منهما يستخدم الآخر، وهل آل سعود هم من استخدموا الوهابية لكسب الشرعية الدينية، أم أن الوهابية هي التي استغلت العائلة المالكة لنشر أفكارها وتصوراتها الدينية ليس داخل المملكة فحسب وإنما خارج حدودها أيضا. وقد شهدت لحظة التأسيس للدولة السعودية الأولى تشكل ميدانين أو مجالين للحركة بحسب تعبير بيير بورديو، أحدهما للسلطة والآخر للدعوة، بشكل هيمن كل طرف على مجاله وتحرك فيه بحرية وبدعم من الطرف الآخر. وكانت الصحوة الأولى نتيجة هذا الرباط الوثيق الذي استمر وتجدد مع الدولتين السعودية الثانية إمارة نجد والثالثة إمارة نجد والإحساء التي أسسها الملك الراحل عبد العزيز آل سعود عام 1932. منذ صعود نجم محمد بن سلمان واحتكاره السلطة، أصبح تيار الصحوة أو بالأحرى بقاياه كبش الفداء الذي يحاول بن سلمان تقديمه في سبيل إنجاز صحوته الحداثية، والتي يعتقد أنها يجب أن تقوم على أشلاء الصحوة وعلى حساب حرية رموزها مثل الشيخين سلمان العودة وسفر الحوالي وغيرهما ممن يجابهون تيارات التشدد والتكفير ودعم المملكة خلال عقدي التوتر والاضطراب في التسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة. وقد حول صراعه مع الصحوة وما يمثلها من فكر ورموز إلى صراع صفري ومعركة بقاء على طريقة إما صحوتي أو صحوتكم. صحيفة الديلي تيليغراف نشرت مجموعة من الصور قالت إنها أفضل ما التقطته عدسات مصوريها من مختلف أنحاء العالم لهذا اليوم، لنشاهد. المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريشة فيها، خاصة ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة كاريكاتورية واحدة. إلى الكاريكاتير. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.